صافي البنات الكريم شونتيلي بقى ليا، بقى عندي واحد شويه الفريز ف شريتهم الصباح في ليدل واحد الباكيه، درت لهم واحد المعلقه ديال السكر باش يكون هذاك البريك الكولي ديال الفريز. هنا قطعتو اون دي باش نزوق، زعما ندير واحد طبقه ديال الكريم شونتيلي وندير هادو لي بيتي دي والفوق ندير داك الكولي صافي. هذا بوتيت نزوق ما نعرف، المهم افكار تيجيوني حتى الاخر ما كنقراش اش غادي ندير. المهم هادو غادي نديرهم طبقات عرفت، وهذا الكولي صافي. غادي درت ليه معلقه السكر باش تجي ما ديرو جوج، ديرو جوج بركه عليا وحده صافي باش يطلق ليا داك الكولي ديالو صافي. هذا غادي نغطيه باش يطلق ليا داك السكر اللي فيه واحد نص ساعه ولا ربع ساعه صديبو، ونخليه حتى يبرد بيان سور، ونخليه حتى يبرد صافي. صافي هاد ليفيري لي عندي غادي هادشي لي بقى ليا مبغيتش يضيع ليا. هادو لي بتي دي لي قطعت معاكم قبيله، غادي ندير واحد الطبقه صغيره هنا. الكيسان عندي طوما راه صغار، ديرو في اي حاجه بغيتو نتوما، المهم غير الزواق وصافي باش يبانو في الجنب صافي. دوكا غادي ندير عليهم سميتو، كاين بزاف الطرق غادي ندير عليهم هاد واحد يتيت كوش هنا، حيت غادي ندير ليهم جوج كوش صافي. غادي ندير الطبقه الثانيه جيسبيغ يبان ليكم سمحوا لنا البنات راه الجو عندنا حنا دوكا مضبط بزاف، والو واخا التصوير كيجي خايب، المهم هادشي اللي بقى غادي نديرو هنا. المهم غادي نوزعو الكؤوس صافي. المهم راه العيد اللي كتاكل ولوكو، المهم حتى لوكو راه ساجو كيما كنقول ديما. صافي دوكا غادي نكمل استسمح، غادي نكمل هذا ومهم باش يكونوا في الفريجيدير. ايا خذ واحد كو دو فخوا باش المهم تبقى كتجينوهم كيما بغيتو نتوما. شوف خرجتو غير قبيله شويه راه ولا كي باش ما يضيع ليا عاود صافي كتزينو نمسح طون جيب با لي بيتي دو كوتا دو غير باش تضربو شويه باش ديرو لي كولي. هاد لي كولي صافي بقى ليا غير هاد الكولي نديرو في الفوق هادا الا بغيتو بيان سيغ صافي. ها هو التيسير موجود للصحار ولا لا، المهم كيما بغيتو كثرتو كاع هنا بزاف. شوفوا شوفوا انا كناكل بزاف كيسان بيان سيغ صغار الكيسان قلت لكم قبيله. كيسان ديما كننسى كنبغي نشري دوك الكيسان الصغار وكبار في المارشي ولا المهم كننسى ولا في الشوب كنمشي لحاجه كنصدق في حاجه صافي. المهم تزي كيبقى لكم اختياري، غادي نمسح هاد الجوالب ان شاء الله ونرجع لكم.
صافي لي فيرينا البنات كملتهم جو رائعين، ديكورهم باش ما بغيتو نتوما كتشوفو دو زيتاج كيجيو زوينين. درت لهم داك الكولي الفوق وزينتهم داك شويه ديال الفريز اللي بقى لي عندي ما باش يخسر ليا، وصافي. والتزيين ديما كيبقى اختياري، كل واحد كيدير داكشي اللي عنده. كنتمنى يعجبكم، لايكات الله يديرها في ميزان حسناتكم ديما كنقولها لكم، وان شاء الله عواشركم مبروكه، الله يدخلها لكم بالهنا والصحه وراحه البال وكل ما كتمنوا يا ربي ان شاء الله. يلا غير باش ما تنساو باش نقول لكم، حيت كاين دوكا الناس مشغولين مع رمضان ان شاء الله ما ايوا ان كود بو صافي.